يا زهر زهر يا زهر زهر ايش ايش بيك زيد ايش بيك؟ ايش فهمت؟ انا بيس بيس حكم حرم تدوري هالي براسك كيما هكا دوري هالي يا ايش بك شنو امشي فيه تعال عندي موضوع مهم باش نقدر عليه تمشي يمشي ساقول لي ليش تعصب في راسك صاحب المحرم يا بنتي امشي شنو يمشي ها؟ يعجبكش؟ فهمني الساعة تعصب في راسك ولا فهمك تسمعيني تبعيني مليح ناديتك عندي قصيدة باش نلقاها في المؤتمر نتاع حزب إر تونس تضامن مع عاملات الفلاحة وهي بالك اللي أنا راني المدير العام والأمين العام تاع حزب إر تونس تضامن مع الفلاحة وش بيك الساعة معصب راسك هكا اش بيك؟ يا بنتي هذا الشعار هذا الشعار نتاعنا تضامن مع عاملات الفلاحة اللي هنا رانا حاسين بيهم احنا رانا متعاطفين معاهم لازم نعمل بها تصويرة ونهبطها على الباج تاع ار تونس ونهبطها على الفيسبوك نتاعي بالشرط اللي احنا متضامنين معاهم بص 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 اسكت عرب بجاه ربي بجاه ربي عاملات الفلاحة اخطوها اخطوها يز يزي ما تجرتوا بها راكم عملتوا العار وعملتوا الفضل كل واحد يجي يكبس لي راسه بالمحرم ولا يجي يعلق لك فولاره بجنب صاي ولا متضامن ولا مناضل ولا يحس عليهم ولا مسكين سيف عليك سيف عليك احنا لازم نتضامن معاك انت راك متضري الحزب نتاعي متضريه بالكلام نتاعك هذا احنا طويك كحزب تونس يلزمنا نتضامنوا مع النسي هذاك نتاع الفلاح لازم نتضامن معاك وليك بتروسنا خلابه هي تحسبها طيب النفاق بالله سيف عليك سيف عليك كانت نتضامنوا مع وشكون باش يصوت لك انت على صباطك الناتل انت حتى تنظف راسك بره بره شادك في صباطي شادك في صباطي نحكي لك على الحزب ماليش نحكي على صباطي اول حزب ناتل عنتوني نتاعك تو يصوتوا لك لا اله الا الله انت صوتوا لك اش يهمك فيهم بينك لا نعرفهم باش يصوتوا لك يا بنتي يا زهرك انت بتضر الحزب راكي راكي مطيحين المورال خلي الشعب يصدق اش يهمك فيه اش يهمك والله شيء غريب اي بالضبط نحي نحي البحر ماك البحر من راسك وسايب عليك من النفاق والكذب هذاكش مزيان الكلكم ولاتوا تاجروا وتكذبوا لا اله الا الله ناسي في السنين كما راها المحرمه هذيا يعملوا بها في البحورات كيش يسموه هذاك مايو ولا شو يسموه كاش مايو كاش شنو كاش مايو شنو كاش مايو هاد هاي موك شماك يلبسوا في المايوات هذاك في البحر يشطوها الفولار هذيك الخضراء وزعما زعما يغطوا به كاش مايو بالله يا اختي من الحديث نتاعك ني مانيش من هذه ني متضامن معاه ني انا ديتك راه بتسمع الشعر نتاعي اسمع الشعر انت ما تعرفنيش في الشعر نقول في الشعر خسار والله تبع انت ترى انت تاع الشعر حتى هما العباد باش يتلفتوا لك انت عجب مسكين اسمع بالي كلمه كلمه مش عندك ما تسمعني نقول لك حاجه مش فيزن طيب حشيش وانت كوع انت تسمع حشيش ما تسمع الشعر اه لعبه انت سايبه زهر ربي اختار توني مسايبه حشيش وقاعده نضيع انا عشيه نقول لك القصيده انا عشيه تلعب في العشيه هارد عشيه هذا مستقبلنا راه كما نفوش مع الضوالي في المنحة هذه باش مش لمد المخارطين للحزب نتاعي لعبة لا تعتبر انت توقف مع الضوالي شوفي على الاقل يا بنتي انا عارفك ما تفهميش في الشعر اما على الاقل ثماش هفوه لغويه ثماش تكسيره لغويه ثماش هكا عثره لغويه على الاقل تنبهيني نولي نغيرها مهلل وريني جمعتيها مني في الحانوت باش طلعت هذه برك اتكلم برك اسكي برك اسمعي برك في قيني وكهو يا بشوي يا سعاد يا زكيه يا ربح يا محسونة اش قولك؟ اش فيهم هذا موين؟ يا وجهي اش فيهم؟ بشوي عاد خلينا نكمل بشوي يا حسن يا ابن قاسم يا منجي يا حسونة اش قولك؟ اي اش فيهم هذا مش فاهم؟ بشوي عاد بشوي في بلاد المية والزيتونة إذا منعت من الكردونة تموت معجونة في كميونة وانا مثل قاعد هكا حتى فيها شوي حتى فيها شوي هكا ديما نحس ناقصة حاجة كيما هكا تقول كيفاش نشوف كيفاش كنزيد كيفاش ندخل فيها مقارونة تولي حاجة أخرى والله تولي حاجة أخرى أنت قلت لي كان منعت من الكردونة تموت معجون في كميون في كميون وتزيدها تبيع صوتك بكيلو مقارونة لا شو شذا لا وعي سياسي ناقص انتي ناقص سياسي كيفاش تجيب المقارونة كيفاش باش تجيب المقارونة احنا هذيك في الانتخابات نتاعنا وحزب ار تونس باش يخدم على المقارونة وعلى الطماطم حاجات هذي ما تجيش هذا ما تجيش ما تدخلش جملة تفصيل مسكين طبك هكا الحزب هاي يا ذنوب شكون باش يصوت لك انت لا اله الا الله في اللي تبع فيك يا زهر اش عندك فيهم اش عندك فيهم نعم متاكد اللي هم يصوتوا
بالطماطم بالمقارونه بعشره بعشرين نجيبوها الاصوات، هذيك هي باش يجبد المنخرطين وباش يقوى الحزب يا زاد، خلافه حسابات السياسه. بعشره وبعشرين ما زلت غادي، وشكون يرضى لك بها عشره وعشرين الف؟ تي هو وطار انت تحب تحرثها وطار تجيب بغل ما اقلش ما اقلش من سبعين دينار. خلي عبد حتى نيف تكون محدد يا بنت الشايب البغل بتبيع اغلى يعجبك الحديد تو خير تقارب الاصوات وبالانتخابات وبالبغوله شبيك مخك مسكر انت يا زاو يا زاو راه ثم برشا بهايم وثم برشا جحوشه يقبلوا اي نعم ويمشوا معاك باش تكونوا واضحين هذه ما نختلفوش فيها راه امور نعرفها انا لا اله الا الله لا اله الا الله كان فما ناس انت تصدق وتتبعك هكا وتمشي في والله العظيم ما تحلفتيني بوالد والله العظيم ثم برشا بهايم وجحوشه يصدقوا ويتبعوني اي نعم يا اخي انت كان جيتي الجحشه تاخذيني وتصدقيني بالله العظيم في هذه عندك الحق ني نقولك صحيح مش جحشه برك وبقره من فوق تعرفش عليه خاطرني رضيت خديتك انت وما زلت عايشه معك وما زلت نسمع فيك وما زلت كيفاش قامت صدقني انت هو طيب ما هي الجحشه نكلمك بقره من فوق خليك فيهم الناس تستنى يغنت فيهم والله يا زهر كان يوصل حزب ار تونس يشد الحكم الا من ردك جحش تونس الاولى وقولي النقار قال نقول النقار قال ويبدو هكاك الجحوشه والبهايم في جرحتي عاد يبوسوني في داي اي نعم ظل البهايم عاد تبع فيك فوق الجحوشه تلقاهم مراد نقص عليا من حسك عطلتي والله يا عطلتي خليك تشوف انت طيب والله جو قد يحكي بيك ودي ما بقى قاعد ضيعت وقت الكل كي اسمعني الموضوع مهم موضوع مهم اسمعني تكلم بارك تكلم اسمعني تعاونيني فاش باش نعاون تعاونيني ولا قول لي ولا بارا سيدي نعاون باهي توقف معاك نوقف معاك يا بنتي ما هو انت لازم توقف معايا وخم فاهمك الحكايه انت لازم توقف معايا صراحه متعاونين كيفاش باش نوقف معاك هذا قول يلزمك يلزمك تختفي اقل حاجه عام عام ونص نهار مبروك ايه تختفي عام عام ونص نقولوا زاو ماتت اللطف وناي حيه ايه وانت حيه زاو برا عام عام ونص بعد اللي تتعدى الانتخابات وترجع حيه كالعاده لا تتأسس الجمعية وندخل الانتخابات ونربح الانتخابات وبعدها ترجع حي. مازال ولا تحب تقتلني ولي بالحيين؟ اللطف فعل الله ولا فعل ما قلت باش تفول لي. يا بنتي راه وقتي وقتي اعطينا توفى الانتخابات وبعدها نرجع للحي. هذا حتى شو؟ على هالراجل يحب يقتلني وعناية تخزر. ليه هذا ليش دخلني وش اسمها بتاع شنو هذه؟ بتاع شنو هذه؟ انت ايش يهمك انت ايش يهمك انت؟ لا انا نعرفها الباهي متصدق. الباهي ما عرفها تصدقني. ايش تصدق؟ شنو هي الجمعية هذه ايش اسمها ولا فعل؟ الجمعية مش سموها يرحم زهو. بس منين؟ اي بس ما كنت الجمعيه اللي كنت يا زهر ولا باش نحكي لك في الصباح يا زهر الجمعيه اللي كنت شوفي قلنا قال مش بعد جمعيه كامله باش نعملها بس ما كنت يرحم زهو ها اش قولك؟ جمعيه يرحم زهو وناي حيه كيفاش هذه كيفاش؟ اي نعم جمعيه يرحم زهو وانت حي البهاي متصدق اش يهمك البهاي متصدق يرحم زهو وهي حي يا اش بك شي زاد هالفال اللي مشو نقول لك حاجه برا دبر على روحك هذا الراجل يحب يقتلني ضربه واحد ليه اخويا انا حيه نحب نقعد حي حي حيا يا زهو اه حيا الناس الكل ميتة بالحياة وعايشين فيها كان الصحاح ها الزيت هاي الرجال اللي تجيب الزيت ها نصبرنا صبرنا وبقينا الزيت ها تعبنا اما الحمد لله يا رب الحمد لله يا عايش 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 كما قال لك العقبة ليكم العقبة ليكم عايش العقبة ليكم اخويا عايش هاو الزيت هاو الزيت ها الرجال يجيب الزيت مبروك مبروك الزيت عايش اخوي عايش اخوي عايش ربي ينوب عليك حتى الله يفرحك لك لقيت الزيت عايش اخوي عايش اخوي عايش اخوي عايش اخوي هاو الزيت هاو الرجال اللي تجيب الزيت عايشكم عايشكم بارك الله فيكم ان شاء الله العقبة ليكم وتوصلوا كما وصلتني وتلقوا الزيت وتتحصلوا على الزيت عايشكم ميرسي عايش عايش هاو الزيت هاي السلام عليكم السلام عليكم مبروك مبروك بارك فيك اخوي عايش عايشك اخوي معنا مواطن مزيك تحصل على لتر زيت ان شاء الله نعم 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 هذا فخر للمنطقه كامله وللحومه نتاعي بالذات او الزيت شو شعورك شو شعورك تو انت بعد ما تحصلت عليه شنو فرحان انا تو فرحان ما تطورش الفرحه بالرغم راه شبيك راه لتر زيت تعبت باش حصلت عليه لكن راني صبرت راه باش تفهم منيت راه ما جي حتى شيء بالسهل راني صبرت 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 ما عيستش وباقي مواصل لتر الزيت هذه تعبنا عليها اكثر من التتويج نتاع النجم في كاس العربيه اي نعم هاي ما جاتش بالسهل هذا حب تفهم الناس الكل راني تعبنا باش جبنا الزيت راني تعبنا ورا الزيت لو تحكينا كيفاش ضحيت معناتها باش وصلت باش الشعب يقتدي معناتها كيفك والشباب خاصه المواطنين والله مش نقول لك نكون صريح معك انا تعبت ياسر
وتحصلت على إيترة الزيت هذه ما غير لا دزيت لا خدمت مخي لا تعب لا حد شيء. تحصلت على إيترة الزيت هذه وهذا الكل باش بالصبر. صبرت ونلت ما غير دزين. لو توضح لنا كيفاش تحصلت على إيترة. والله باش أكون أنا معك صريح، أنا راهو تعبت في حاجة برك، تعبت في العسل. أنا باش وصلت ناخذ إيترة الزيت هذه من بعد الحوانيت كل ما عادش تحب تبيع في الزيت، وسمعت اللي الحوانيت تبيع في الزيت ومع قضية أخرى ويبيعوا فيه بالدرقة. أنا ما عندي حتى حل إلا نحس على الحوانيت. شديت ركزت على الحانوت بتاع الحومة، ركزت عليه قعدت معناتها تعس على الحانوت كانس فيه ليل كامل 8 أيام ما سيبتش جملة تفصيل من الصباح من الفجر، وليل نعس عليه نعس عليه زيني ليه. في اليوم الثامن طيحته بالكمشة شديت. كيفاش تحكينا بالضبط؟ ياكو ليل نعس هكاك اخوي نحزق الكاميون واخر التيل وبدي يهبط في الزيت. فانا وقت هذا تقريبا الاربع متاع الصباح هكاك صار من الاربع متاع الصباح تبدا تقانس معناتها في الحانوت. عودي تعبت راهي الجمعه راني مرار ضبطه وما ايستش راني ما ايستش باقي نجري ورا الزيت. يا قلت ناني هو يا زيت ما عادش معي جمله تفصيل. حسيت نشديت الحوانتي هاد يهبط في الزيت هكاو جات العين في العين ما نجم يقول لي حتى كلمه. الحق متاع ربي وعدني بيت زيت وحتى هاي ترت الزيت هاي جابت هالرجال هاو الزيت. انت معناتها شكون تشكر بالمناسبه ذي معناتها؟ والله انا باش اكون صريح معاك انا نشكر زهو مرتي. اي نعم زهو راهي صبرت معاي كل واحد ياخذ حقه. راهي ترت الزيت هذه ما جبتهاش وحدي حتى زهو مشاركه فيها وتعبت معاي. شبيك المراه شهر كامل ما غير زيت ويصابره وسيكته وحتى كيني نحس بالياس والاحباط وما عادش نقول اي اسم الزيت. هي تكون معاي وتقول لي لا اصبر يا نقارة تجيب الزيت اصبر اصبر. لين صبرت وفي الاخر جيت الزيت وهذا كل طلح يا مني وبزهو. معناتها امنت بامكانياتك اي امنت بامكانياتي وشجعتك وشجعتني حتى وقت اي سنين وما عادش نقول ما عادش ثم زيت كل شيء توقف معاي وتقول لي اصبر اصبر اصبر. وانا في الاخر جبناها ايترة الزيت جبناها ولا مزيان للعرب. اي نعم جبناها ايترة الزيت. معناتها هذا تو زيت حاكم. اي زيت حاكم ولا شنو زيت حاكم هذا. معناتها انت تهديه التتويج هذايا او ايترة الزيت هذه تهداها لزهو. اي نهداها لزهو الحق بتاع ربي نهداها لزهو اللي امنت بقدراتي وقالت لي اصبر يا نقار راه مش يجي نهار وتخرج الزيت من الحاكم. وهذا اللي صار وهو خرجنا الزيت من الحاكم وما عمل علينا حتى حد مزيان. يعني معناتها انت في النهايه معناتها بشكون تتوجه بالشكر معناتها؟ والله انا بصراحه اول حاجه نتوجه بالشكر لزهو. يعني بخلاف زوجتك زهو لشكون تهدي زاد التتويج هذاي بالزيت؟ والله التتويج هذا متاع الزيت انا نهديه للمرحومه امي اللي عاد اشطر عمرها تستنى في الزيت الحاكم لكن الله غالب زيت الحاكم ما وصلش وصل للموت. امي ماتت وما شافتش الزيت الحاكم. شلون معناتها قاعدين تشوفوا السادة المشاهدين معناتها التأثر بتاع مواطن تحصل معناتها على إيترة زيت معناتها بضرب البنية وهداها الروح أمه معناتها باي ميساج ما غير ما الله يرحمها أمك الله يرحمها باي زادة لشكون تهدي زادة التتويج هذاي معناتها؟ والله أنا نحب نهدي التتويج هذا متاع زيت الحاكم للسيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وللسيد رئيس الحكومة والأعضاء الحكومة الكل ونشكرهم اللي خلاو الزطلة والحرابش تدور أكثر من زيت الحاكم. وزيد زادة نحب نشكر الصحافة المكتوبة والمسموعة اللي ما سمعوا بحد شيء. شكرا يعطيك الصحة ما نخليكم السادة المشاهدين مع فرحة التتويج هذا بالزيت. هاو الزيت هاو اصبرنا اصبرنا امنا بقدراتنا انا وزهو وشجعتني وجبناه الزيت هاو الزيت هاو الزيت هاو الزيت الحاكم. اعزائي المشاهدين كما قاعدين تشوفوا معناتها فرحة مواطن تحصل على ايترة زيت قدوة قدامكم معناتها نخليكم مع فرحة التتويج هذايا ومع الصور التتويج. وشكرا يعطيكم الصحة شكرا ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك عليك شكرا لك. شيني شيني زه قولي شو عملت شو عملت هكاك جايني بطولك مش عندي ما نعمل مال شيني شو عندك ما تعمل قولي ما جبت شيء تنقول عندي ما نجي ما جبت شيء كان الزيت يا زه يا اخويا يعطيك الصحه يا نقا يا زه يا زه يا زه يا زه يا حياه قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
والله ترت الزيت هذا والتتويج هذا انا نهديه للمرحومه امي اللي صبرت على الزيت ما وصلش للزيت. وهي تستنى في الزيت مرحومه امك مرحومه امي للمات وهي تستنى في الزيت بتاع الحاكم لكن لا غالب هذا قضاء وقدر الموت كان